بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي الطلاب والطالبات اهلا وسهلا بكم في ماده اللياقه والثقافه الصحيه للمرحله الثانويه الفصل الدراسي الاول المسار العام. سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم اضطراب الصحه النفسيه معكم الاستاذ عبد الله بن محمد البقمي فاهلا وسهلا بكم في درسنا لهذا اليوم. الفكره الرئيسيه من هذا الدرس اضطراب الصحه النفسيه التعرف على الاضطرابات النفسيه واهم انواعها وعلاماتها واثارها وسوف تتعرف عزيزي الطالب في نهايه هذا الدرس على اولا اتعرف على مفهوم الاضطرابات النفسيه. ثانيا اميز بين ابرز الاضطرابات النفسيه الشائعه في المجتمع. ثالثا اتعرف على مفهوم الاكتئاب وانواعه وطرق علاجه ونبدأ بمفهوم اضطرابات الصحه النفسيه الاضطراب النفسي هو حاله تصيب الفرد بتفكيره او مشاعره او حكمه على الاشياء او سلوكه وتصرفاته الى حد تستدعي التدخل لرعايه هذا الفرد ومعالجته وتعد اضطرابات الصحه النفسيه احدى المشاكل الرئيسيه التي تواجهها الصحة العامة والتعرض لاضطرابات الصحة النفسية لا يفرق بين أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية ومستوى الثقافة والتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية. إذًا نتحدث عن مفهوم اضطرابات الصحة النفسية وهي حالة تصيب الفرد سواء في سلوكه أو في مشاعره وأحيانًا قد تصيبه في حكمه على بعض الأشياء التي قد تغير من الحالة السلوكية لدى الفرد وكما ذكرنا لكم ان الحالة او حالة الاضطراب الصحة النفسية لا تفرق بين افراد المجتمع ابدا. ناتي لاضطرابات الصحة النفسية الشائعة. هناك انواع عديدة من الاضطرابات التي تصيب الصحة النفسية وتؤثر على السلوك والسمات الشخصية مثل اضطراب قلق الانفصال يعاني الافراد المصابون بهذا الاضطراب من خوف الانفصال عن الافراد المرتبطين بهم مثل الوالدين او الزوجين ويعتقد البعض ان هذا القلق مختص او مقتصر على الاطفال فقط لكنه يصيب ايضا الافراد الراشدين وقد يعانون منه حاله الحزن التي تصيب الفرد حالة فقدان عزيز او الخوف من فقدان عزيز هي حالة طبيعية في ظروفها العادية لكن تتحول إلى حالة مرضية في حال المبالغة فيها. وتأثيرها على حياة الفرد بشكل سلبي. إذا حالة الحزن التي تصيب الفرد حالة فقدان عزيز أو أثناء وجود أي مشاكل صحية عند المبالغه فيها قد تتحول الى حاله مرضيه وصعب التعامل معها فيجب ان يكون تعاملنا مع الحالات السلوكيه بشكل متوازن وطبيعي لتجاوز هذه الحاله والاضطرابات التي قد تصيب الفرد. النوع الثاني من اضطرابات الصحه النفسيه اضطراب القلق الاجتماعي. يعاني الافراد المصابون بالرهاب الاجتماعي من وجود قلق عام وشديد كاحساس الفرد بعدم الارتياح ويكون مرتبط بالخوف من الاحراج او التحقير بواسطه الاخرين في مواقف تتطلب التصرف بطريقه اجتماعيه. ومن المواقف ايضا التي تثير الرخاب الاجتماعي مقابله الناس. وعندما تتعامل مع شخصيات مهمه ايضا او تكون في موقف حديث او اكل في اماكن عامه. بعد ذلك من اضطرابات الصحه النفسيه الشائعه اضطراب الوسواس القهري. وهو اضطراب شائع ومزمن او طويل الأمد يعاني فيه الفرد من هواجيس وأفكار أو سلوكيات متكررة يصعب على الفرد السيطرة عليها ويشعر حينها بالحاجة إلى تكرارها مرارا ويتسم هذا الاضطراب أيضا بأفكار لا يمكن السيطرة عليها ومتكررة وآداء طقوس ليس لها أي معنى ومن الاضطرابات أيضا اضطراب الكرب ما بعد الصدمه وهو اضطراب يظهر لدى بعض الافراد الذين سبق ان تعرضوا للحوادث والصدمات المروعه او الخطيره المهدده للحياه وتشمل هذه الاحداث اعتداءات وحالات وفاه واحيانا تكون من الكوارث الطبيعيه واعراض هذا الاضطراب تثار عند الافراد من اعاده تجربه الصدمه في الاحلام والذكريات ومحاوله تجنب اي شيء مرتبط بها وتخدير المشاعر وكبتها وتستمر الأعراض مدة أطول من المعتاد من شهر فأكثر من حدوث الصدمة إذا عزيز الطالب والطالبة هذا النوع من الاضطراب اضطراب الكرب أو ما بعد الصدمة هو عندما تكون هناك حالة صدمة لدى الفرد وقد تكون هذه الحالة من خلال فقدان عزيز أو كوارث طبيعية فهذه الحالات أحياناً تسبب اضطراب في الصحه النفسيه فكما ذكرنا لكم انه يجب علينا ان نتعامل بكل توازن في هذه الامور لتخطي وتجنب لا سمح الله تضاعف هذه الحالات الصحيه. ناتي بعد ذلك واستكمالا لاضطرابات الصحه النفسيه الشائعه الاضطراب الانفجاري المتقطع. وهو عباره عن غضب مدمر وموجه بطريقه خاطئه وبنوبات منفصله من انعدام السيطرة على النزعة العدوانية وتؤدي أيضا إلى التداء خطير على الآخرين أو الممتلكات تظهر النوبة خلال دقائق أو ساعات ويبدأ الفرد بلوم النفس بعد النوبة على نتائج فعله وعدم السيطرة على هذه النزعات العدوانية ومن الاضطرابات أيضا واستكمالا لها اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة وهو فرط الحركة هو اضطراب عقلي يوصف بنمط مستمر من عدم الانتباه او فرط الحركه واندفاعك الذي يتعارض مع نمو الطفل او يتسبب ايضا في صعوبات كبيره في المدرسه او العمل او العلاقات الاجتماعيه ثم بعد ذلك لدينا الاضطراب اضطراب الاكتئاب المشاعر كما تعلمون هي جزء مهم من الانسان وتؤثر بشكل مباشر على صحه الفرد وهي متنوعه فمرة يشعر الفرد بالفرح والسعادة والفخر والنجاح، وأحيانا العكس بالحزن والإحباط واليأس، فهذه جزء من تقلبات الحياة اليومية، لكن عندما تستمر هذه المشاعر السلبية في ذهن الفرد وتعيق قيامه بالأعمال اليومية، هنا تشكل اضطرابا في الصحة النفسية، ويسمى أيضا هذا النوع من الاضطرابات النفسية بالاضطرابات المزاجية وهي عبارة عن الحالة المزاجية المشوهة أو غير المتوافقة مع الظروف. ويُعرَّف الاكتئاب بأنه اضطراب مزاجي ركز معي اضطراب مزاجي يسبب شعورا متواصلا بالحزن وفقدان المتعة والاهتمام بالأمور المعتادة ونقص التركيز. نأتي لدرجات حدة الاكتئاب ويعتمد هذا التصنيف في درجات الاكتئاب بعدد من الأعراض أو مدتها. كما تشاهدون درجات حده الاكتئاب هنا اكتئاب خفيف الحده اكتئاب متوسط الحده واكتئاب شديد الحده الاكتئاب الخفيف يتمكن الفرد من ممارسه انشطه الحياه اليوميه بعد بذل جهد كبير والاكتئاب متوسط الحده يواجه الفرد قيود شديده اثناء اداء الانشطه الحياه اليوميه وهنا الاكتئاب الشديد يفقد الفرد القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية وتستمر الأعراض أكثر من سنتين في حالة الاكتئاب المزمن، ثم بعد ذلك عزيزي الطالب نأتي لأنواع الاكتئاب وهناك أنواع من اضطرابات الاكتئاب أولها اضطراب الاكتئاب الجزئي ويُعرّف بإسم اضطراب عسر المزاج وهو عباره عن حاله من سوء المزاج المتقلب تستمر لفترات طويله ولا تؤثر بشكل ملحوظ في اداء المصاب في ممارسه انشطه الحياه اليوميه وقد يمر المصاب بنوبات من الاكتئاب الشديد او الخفيف الحده ولا يسمى بالاكتئاب الجزئي الا اذا استمرت الاعراض لسنتين على الاقل واستكمالا لانواع الاكتئاب الاكتئاب الموسمي وهو ايضا عباره عن حاله من الاكتئاب المتقطع. ركز معي في كلمه المتقطع حسب فترات السنه وغالبا يحدث خلال موسم الشتاء وذلك لقله التعرض لاشعه الشمس وقله ساعات النهار ويزول غالبا بحلول فصل الربيع ويعاني ايضا المصاب من ان هناك تكون عزله اجتماعيه وكثره في النوم وزياده في الوزن. فيمر المصاب بهذا النوع ايضا بنوبات من الاكتئاب المتوسط. ناتي بعد ذلك لانواع الاكتئاب، اكتئاب ما بعد الولاده. يعتبر اكتئاب شديد الحده ويصيب اغلب النساء لمده اسبوعين بعد الولاده. ويكون مصاحب لهذا النوع من الاكتئاب اعراض من الحزن الشديد والقلق والاجهاد ايضا، مما يؤثر في انشطه الام اليوميه وعنايتها بنفسها وطفلها. ناتي بعد ذلك لاسباب وعوامل الخطوره في الاكتئاب ويمكننا القول بان الاكتئاب هو ناتج من تفاعل معقد بين عوامل اجتماعيه ونفسيه ويدخل معها ايضا الجسميه ومن هذه العوامل اختلافات حيويه قد تحدث اضطرابات في كيمياء الدماغ مسببه للاكتئاب والهرمونات قد تكون ايضا في تغيرات في توازن الهرمونات في الجسم لها علاقه في الاصابه بالاكتئاب وتحدث اثناء فتره الحمل فلذلك تنتشر اضطرابات الاكتئاب بين النساء بشكل اكبر. ايضا التاريخ العائلي ويشيع عند اكثر العائلات والسمات الشخصيه كان يكون الفرد كثير القلق او يعاني من قله في الثقه بالنفس واحترام الذات. واستكمالا لاسباب وعوامل الخطوره في الاكتئاب الاصابه بالامراض الخطيره وكما تعلمون ان الافراد المصابون بالامراض الخطيره مثل السرطان يصاحبهم مشاكل في الصحه النفسيه وايضا المؤثرات العقليه كما تعلمون ايضا تناول المؤثرات العقليه تعاطي المخدرات بشكل عام وشرب الكحول تؤدي الى الاصابه بالاكتئاب والبعد عن الله والانغماس في الحياه ونقص التوازن في حياه الفرد وصعوبات الحياه المستمره مثل ضغوط العمل والوحده لفتره طويله والصحبه السيئه. اذا كما ذكرنا لكم ان اسباب وعوامل الخطوره في الاكتئاب ذكرنا لكم عده انواع منها ايضا شرب الكحول او المخدرات بانواعها قد تصيب الفرد ايضا بعد ذلك بحاله من الاكتئاب وايضا الاصابه بالامراض الخطيره السرطان قد يدخل الفرد في حاله صحيه سيئه ثم بعد ذلك يدخل في حاله من الاكتئاب فهنا يجب ان يكون لدينا تعامل ايضا نعيد ونذكر تعامل واقعي ويكون هناك توازن في التعامل مع مثل هذه الحالات. ناتي لاعراض الاكتئاب. ثلاث اعراض نفسيه وجسديه واجتماعيه وسلوكيه. النفسيه افكار متكرره حول عدم الرغبه في الحياه وصعوبات في التركيز او اتخاذ القرارات نوبات الغضب بشكل مستمر او التهيج حتى من ابسط الامور وهذا تم شرحه مسبقا والشعور بالقلق والتوتر فقدان الاهتمام والمتعه مشاعر من الحزن والياس والبكاء وضعف الثقه بالنفس وهذه هي الاعراض النفسيه ثم بعد ذلك من اعراض الاكتئاب الاعراض الجسديه اضطراب في الاكل واضطرابات في الامعاء واضطرابات بالنوم والشعور بالخمول بشكل مستمر والصداع وآلام العضلات بلا سبب واضح ويكون هناك بطء في التفكير او التحدث او الحركه ومن الاعراض ايضا اعراض اجتماعيه وسلوكيه الميل للانعزال والابتعاد عن الاهل والاستقاء وعدم الرغبه في التواصل العائلي عدم الاهتمام بالواجبات تعاطي المخدرات والكحول كما ذكرنا لكم سابقا هنا الفرق بين الحزن والاكتئاب يواجه الانسان الاحداث الصعبه في حياته اليوميه مثل وفاه فرد عزيز او عندما يفشل في تحقيق اي من اهدافه او عندما تنتهي لديه بعض العلاقات ومن الطبيعي ان يكون مصاحب لهذا الشعور حزن شديد وكن يعتقد الفرد انه قد اصيب بالاكتئاب وفي الواقع هذا الشعور هو امر طبيعي لكنه يشابه في حالته الاكتئاب مثل العبوس والعزله كما تشاهدون في هذا الجدول هو الفرق بين الاكتئاب والحزن هنا الاكتئاب رد فعل غير طبيعي يصل الى المرض الحزن هنا رد فعل طبيعي ايضا الشعور بالحزن مستمر وهنا الشعور بالحزن يكون مؤقت تهتز الثقه بالنفس ويشعر بانه اقل وهنا تكون الثقه في النفس وتقدير الذات عاليه لدى الفرد كيف نتعامل مع الاكتئاب؟ بعدة ارشادات اولها الحرص على ممارسة النشاط البدني وممارسة الاعمال الايجابية، الصدقة والعمل التطوعي، وتنظيم الوقت، واعداد قائمة للانجازات اليومية، والحرص على المشاركة الاجتماعية مع الاهل والاصدقاء، وممارسة التدوين والكتابة تساعد ايضا في التعبير عن المشاعر إذا لم يكن هناك صعوبة في التحدث عنها وتعلم تقنيات الاسترخاء كالتفكير التأملي وتجنب أيضا اتخاذ القرارات المهمة في حال الشعور بالاكتئاب. نقطة مهمة جدا وتطلب المساعدة من الآخرين والدعم الاجتماعي أو الطبي إذا لزم الأمر. نأتي لعلاج الاكتئاب. يعتمد علاج الاكتئاب على درجة الحدة والأعراض. الا انه قابل للعلاج اذا التزم المصاب بالخطه العلاجيه ويشتمل علاج الاكتئاب على عده طرق منها كما ذكرنا لكم ان علاج الاكتئاب هنا يعتمد على عده طرق منها العلاج النفسي واستخدام الادويه والعلاج المشترك وسوف نذكرها لاحقا بالتفصيل. العلاج النفسي يعتبر الوسيله الافضل في بدايه معالجه الحالات الخفيفه من الاكتئاب وهو علاج سلوكي. بعد ذلك استخدام الادويه تعطى مضادات الاكتئاب وعاده تتطلب عده اسابيع حتى يكون هناك تاثير او نتائج ايجابيه والعلاج المشترك وهو العلاج ما بين النفسي والدوائي معا. ناتي في نهايه درسنا لهذا اليوم ماذا تعلمت عزيزي الطالب؟ انه يشير مفهوم الاضطرابات النفسيه الى مجموعه من امراض الصحه النفسيه وهي عباره عن حاله صحيه تؤثر على مشاعرك وسلوكك. وايضا يتعرض جميع افراد المجتمع بمختلف اعمارهم وثقافاتهم واوضاعهم الاجتماعيه الى الاضطرابات النفسيه وان الاكتئاب ايضا يسبب شعور متواصل بالحزن وفقدان للمتعه ويمكن التعامل مع اضطرابات الاكتئاب بالحرص على ممارسه النشاط البدني وتنظيم الوقت وتجنب العزله. نشاط منزلي عزيزي الطالب والطالبه اختر الاجابه الصحيحه فيما يلي يعاني الأشخاص المصابون بالرهاب الاجتماعي من لديك أربع إجابات اختر واحدة. الاكتئاب الجزئي هو عبارة عن حالة من الاكتئاب لديك أربع إجابات اختر الإجابة الصحيحة. اضطراب يظهر لدى بعض الأفراد الذين سبق أن تعرضوا للحوادث. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات واعرضها على معلمك في المدرسة. ختاماً عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم في درسنا لهذا اليوم والتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته